استناكي بيت رايه في حاره على بيت كبير. اني هنفوت عليك واني رايحه زنقه اليهود. هنروح نشتري شويه خيط وكلف للهدوم بعد ما نخلص غسيل ونشر. طب ما تتاخريش. طب يا اختي قولي لها اني مش هنتاخروا عليك، هنفوتوا عليكي بعد شويه.
ماشي يا اختي. عرابي؟ ايه يا عرابي عملت ايه؟ سبع ولا ضب؟ جايه بس انا عايزك ترصديها وراح اسوق البصمه في زنقه اليهود وتسجديها. لو انت مش مالي ايدك منها ولا ايه؟ حاسس برضو انها عايزه تزوغ. خلاص بقى ما تسيبوها بدل ما تجرسنا وتودينا في داهيه كلنا. متخافيش احنا مرتبين كل حاجه. ريا المهم تعملي اللي قلتلك عليه وتسحبيه على هناك. الجماعه فين؟ جو بيت يا بديع. انت يا بيت يا اختي. قولي لها اني هنروحوا الزنقه وهنفوتوا عليها واني راجع. ماليش دعوه. انت عايزه عم عربي يضربني؟ ما تتكدمي يا بت. هما فين؟ المطرح التاني. طب يا اختي تعالي اما نشوفوا ايه الحكايه. اني عارفه مسروق عليا كده ليه قدامي. أشرقت الأنوار واستبهجت حلقاتها. حلاوة ولطافة وصلت. العوافة عليكم. يعافيكي يا حبيبتي. تعالي اقعدي اقعدي. معلش بقى ما لحقتش نغير الجلابية اللي كنا لابسينها. جيت لكم بجلابية البيت. هو يعني كويس انك ما لحقتيش. ده كده حلو قوي. خدي يا اختي خدي وديها ورا ظهرك عشان الرطوبة. خدي. سلام. بلاش سكينة. خدي هاتلنا فيسكة نبيت واكل ورسم كنياك مخصوص عشان نازله بتحب تشرب منه. لا معلش شوف حد غيري. انا ما نقدرش نمشي على رجلي كتير. هات نقومه نجي. هاي ما تاخد ايدي يا راجل مش شايفني شايله. اهو قوم. يا اختي اهلك يا شايله. ما تعوقيش يا رايا. نسيش الكنياك. عيني. انت مش ملاحظ حاجة غريبة بتحصل؟ حاجة زي ايه يا وليه؟ الجماعة كل شوية يغطسوا ميبان كأن الأرض انشقت وبلعت وبعد شوية يتلموا كلهم ويظهروا بربطة المعنى. لا يمكن عندهم شغل في البيت التاني. وانت داريان بحاجة؟ شغل ايه يا راجل انت؟ هي فين ريحة الشغل دي؟ انت عايزة تقولي ايه؟ انا يعني عارفة بقى. لا بس الحكاية دي تحير. امشي يا بيت. امشي على البيت يلا. مش انا جاي وراك انجار. ما تاكلش ليه يا عبده؟ يجيب منين النفس؟ ما
تاكل يا ابو عيل، انت لازم تتقوى. لو لسه قدامك شغل ياما. اصلا نظله ماسك شغل جديد يا اخويا. يديله العافيه، سي ابو عيل قدها وقدود. الله الله الله، يا نظله انت عينك زغت على عبد العال ولا ايه؟ قبلك شويه فشل يا اخويا، اني ما مخونش صاحبتي ابدا. اصيله يا نظله مش زي غيرك، ما تخونش العيش والمال. اني بقى لازم نقوم الغسيل منشور ولازم نلموه يا اخويا. يا شيخ عودي خدي لي الكاس تاني. يا شيخ يا رب. انت لسه ما مشيتيش يا بنت الكلب؟ الجار يا بنت اللي لو طلعت لك هباكل حبابة عينيه. يعني مش هنقدر نستحمل طول عمرها ده. وليه عماله ترفض زي البغل في الرجاله مش قادرين عليها؟ نخرب بيتها بتتحلهم، ده حاجه تقرف. واحنا ايه اللي جابرنا على كده؟ ماني قلت لك سيبينا من العباره دي، واللي عايز منهم يقتل يقتل، هو حمل في روحه. طب وعبد العال؟ عبد العال جاي غصب، واني متاكده انه مش هيوافق لو ركبوا دماغهم عشان يقتلوا حد تاني. مش هيسيبوه، وافق ولا ما وافقش مش هيسيبوه. هو ايه؟ غصب ولا تحكي بتراعي؟ يحق لهم، خايفين لحد منكم يتكلم. احنا قلنا محدش فينا حيتميل ويفتح حقنكم. تحبوا نبصموا لكم على كده؟ مطيعة. واقفة عندك بتعملي ايه يا بت؟ خدي هنا. هيا بت قرب. هي مين ياما اللي كان ابويا عرابي شايلها؟ شايلينها فين يا بت؟ في الاوضة، انا شفتها. شفتي ايه يا بت؟ شفت ابويا عرابي شايلين واحدة ورماها في الحفر. عارفة لو نطقتي بكلمة من اللي شفتيه ده ولا جبتي سيرته لحد انا هعمل فيكي ايه؟
أني هنقطع جسمك ده نساير نساير بالسكينة وهنرموك وياها في الفحر ونجيب تراب وندبدبه عليك برجليا. سامعة يا بنت؟ حاضر يا. إياكي تنطقي إنك شفتي نازلة هنا يا بنت، إياكي، ولا هنطقي بنص كلمة يا بنت، فاهمة؟ طب هما ليه ياما حطوها في الحفر؟ يا مين دي يا بنت؟ نازلة. أنت مش هتجيبيها لبر، مش هتجيبيها لبر، أنا عارفة، غوري يا عم في أي حتة. صيغه مبديعه عدتوهم؟ ايوه قدام عبد الرازق وعبعان وشتين وحلق ودلايه وخلخال عدتوهم قصاد السكينه الذي مهفوفه وتخوننا. هي قلبها خفيف ليه؟ ما تطمنيها يا معلمه. هي لما هتشوف الفلوس قلبها هيقوى، حكم اصلها تعز القرش قوي. ولا ايه يا عبد العال؟ طب بينا نطلع على القهوه. ايوه قللوليه الرزيله دي طيرت الحجرين. يلا بينا يلا بينا يا رجاله. ناخد بعافيه يا رايق. سلام يا اخويا. ما تعوقش انني عايزك في حاجه خصوصي. طب انا ايش ضراني؟ ما تاخذنيش عصب الله، ما تاخذنيش عبد العال يا اخويا. ايش ضراني ان ريه وسكينه ما بيخنصروش من تمن السيغه؟ والله كله جاهز يا عبد الرازق. دول جوز نور ياكلوا مال النبي ولا ايه يا عبد العال؟ الكروديا بس هو اللي قام لابليس، ودول مش واحد، دول اتنين ابلسه. محدش عارف هما بيخنصروا ايه، عشان كده كل واحد مسؤول عن روحه. عبد الرازق انت من بكره تروح معاهم. لا انا ما اروحش، لان لو حد شافني معاهم هيشك ويقول ايه اللي لم بالشامع المغربي. انا من رايي اللي يروح معاهم حسب الله، لان لو حد شافه معاهم مش هيشك. واحد ماشي مع مراته واختها هيشك في ايه ولا ها؟ خش 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 اتعشوا في المصيبه اللي كانت على البال ولا على الخاطر. اعوذ بالله. مصيبه ايه بس يا رايه؟ كفالة الشر. المدعوقه بنتك شافت كل حاجه. كل حاجه ازاي يعني؟ شافت العباره كلها يا اخو. يا النهار ابوها اسود. استنى بس، مش تعرفوا هتعملوا وياها ايه الاول يا ابو مخ تخين انت؟ هنذبحوها، هناكلوها، نقرقشوها، لا هنضربوها علقه تفتكر على طول اول ما لسانها يطلع بره حنكها. ما ينفعش، انت ما تضربهاش، انت تخوفها تسرعها، تفهمها انك هتموتها عشان ما تنطقش تاني، عشان دي لو نطقت هيبقى مش لاقي يفحوا منها ليكم. ايوه صح. قومي فزي يا بنت الكلب. انا عملت ايه يابا؟ قومي تعالي تعالي. انا عملت ايه يابا؟ اسكتي اسكتي خالص. حرمت يابا ما تذبحنيش. حرمت كتم يا بنت. حرمت يابا ما عدتش هنعمل كده تاني. حرمت ما عدتش هنعمل كده تاني. عارفه لو لسانك طلع بقى حنخك هندفنوك يا بنت الكلب زي اللي بندفنهم، هنقتلوك ونشربوا من دمك. حرمت يابا ما تذبحنيش. حرمت يابا. خلاص يا حسام الله خلاص، سيبها النوبات. قومي يا بنت الكلب. قومي قومي ورجع عليا يا بنت. هو انا يا بديعه النهارده بعتك لنازله؟ نازله؟ نازله مين دي ياما؟ انا ما اعرفش حد اسمه نازله. ثلاث جوايش في 2 جنيه يبقى بستة جنيه، والخلخال 3 ريال، والحلق 6 ريال، والدلايتين ب12 ريال، يبقى الحسبة كلها على بعض 10 جنيه وريال. ما
مش شوية يا سعلي؟ خلاص قدامكم السادة، إن جاب أكتر من اللي أنا قلته يبقى لكم حق. هات يا سعلي الفلوس تاني. عناية يا ست ريا. الله واحد مش تاني. دماغي هتنفلق، عاوزه اروح ناخد لي كاسيني عند البيوم دماغي، اني ما نمتش طول الليل. عملتوا ايه؟ بعتوا الحاجه؟ حابس طلعتونا منين؟ معلش اصل الرجاله دكه ما معناش حتى بل ريقنا، صوري مفيش راجل من دول يحتكم على مليم احمر. قطعوا قد ايه انه باجي؟ امال عبد الرزق فين؟ هو انت يا وليه مش هتبطلي المدعوق اذا بتشربي ده ليل ونهار؟ يا اختي اقعدي خدي لي الكاسين، احنا عارفين الليل من النهار، هي كلها ايام سودا ومنيله في 60 ميله. ادينا بنعافر في وقف الحال ده اللي مش باين له اخر. اديكي شايفه القهوه الهوا بيصفر فيها من قله الزباين. امسكي خدي دول من اللي عليا. يا بنت مش قصدي، ماني عارفه الحال من بعض والغم على الكل. اصل عبد العال عطر على شغلانه وبياخد منها يوميه كويسه. طب ما نقفلوا القهوه بقى ويشغلني معاه. يا ريت، ما بيشغلوش نسوان ولا كنا رحنا انا وانت. قوليلي اختك ريا وجوزها عاملين ايه؟ اهو الحال ملطش على الكل. عارفه يا بنتي يا سكينه، انا لو نلاقي راجل عدل ومش داخل على طمع كنا نتجوزه ونسيب له القهوه يمشيها ونريح نفسنا من وجع القلب ده. اله يبعد عنك ولاد الحرام ويبعتلك اللي يريح بالك ويساعدك. اشربي يا اختي اشربي. يا وليه قلتلك مش كيفي. شايف يا نص ولا اتعميت في نوادرك؟ شايف سكينه راجعه ومحمله ازاي؟ منين ده كله؟ سرقت ولا نغبت دي؟ اوليه يمكن ربنا فرج عليها. منين؟ هي السما بتشتي فلوس؟ دي مش لاقيه اللضا. يا اوليه قطعت الارزاق، مسيرها تيجي تنفعنا. ما انت طول ما انت قاعد على بابها كده مش هيجينا الرزق يا نص. اعترض بقى على خلقة ربنا. يا نازلة بنت يا زازة. أنا أم نازلة، إزيك يا بخيتة؟ أهلاً يا أختي إزيك؟ هي نازلة برضو مش فوق. الله، هي خرجت ولا إيه؟ أدنى ليلتين ما بنشوفهاش يا أختي، ده أنا افتكرتها راحت لي. أبداً يا حبيبتي. يا ترى البنت دي راحت فين؟ عايزين نشوره على بعض في شغل جديد. كان شواحة أبوك؟
الشغلانه دي محتاجه الهداوه. ايوه مش ورا بعضه كده يا ابو بديعة. ايوه طيب نحضره اللي عليها الدور عشان ما ندكش ونتسربع. مش عايزين نكرس روحنا، الشغل ما فاتش عليه غير 4 ايام بس. حسب الله من غير رزاله مش هنقصيه. مش عايزين نبينه ان الفلوس جريت في ايدينا، وبالخصوص قدام الراجل الرزيل اللي اسمه احمد، والوليه الرزيله طليقته اللي قاعده ترومنا في الرايحه وفي الجايه وفي الجايه وفي الرايحه. عبد الرازق كلامه مظبوط، خلينا ماشيين معاه في حكايه الشكوك وحين ميسره دي. ريح روحك يا منازله، محدش فوق. يعني ايه؟ معقوله ما رجعتش لحد دلوقتي؟ انا الفار لعب في عبي، طلعت انشر الغسيل لقيت غسيلها لسه على الحاب لميت. طب ما يمكن يا اختي رجع وغسلت دون الشر. لا كانت خبطت عليا. طب انت ما شفتيش حد فات عليها يوم ما خرجت ولا حد جالها؟ جات لها البنت بنت راجل اللي ساكنه في حاره النار. ودي عايزه منها ايه البنت دي؟ كانت عايزاها تروح عند امها وتودي لها الجلابيه معاها، وبعد شويه سمعت بنتك بتتكلم مع واحد وبتقول لها احنا هنفوت عليه، وبعد شويه سمعت باب الشقه اتفتح وسمحت نزور رجليه. يا ترى انت فين يا بنتي؟ اتفضلي، ده ايه الشقه الحلوه دي؟ انا جايه نسال على بنتي نازله. طب اطلعي، ما يصحش نتكلموا كده ببير السلم ده مطرحك. اطلع يا مرحب يا مرحب يا 300 مرحب يا 1000 خطوه عزيزه. يا استاذه زينب اتفضلي. عز مقدارك يا حبيبتي. اتفضلي. العواد يعافيكي يا اختي. اتفضلي. ده سي حسب الله جوز. اهلا وسهلا يا مرح. تعالي يا اختي اقعدي على الدكه دي اتفضلي. ايه الحكايه يا اختي؟ بنتي نازله غطسانه قادلها 4 ايام. يا لهوي، تكون راحت فين دي؟ ماني جاي نسالك عليه. انا دي لي جمعه ما شفتهاش. شفتها قريب انت يا حسب الله؟ تاني اسالك عليها من ايه؟ من كام يوم كنت عايزه اتفصل لي جلابيه. كلام ايه ده؟ ما انت مشيعالها بنتك يوميها عشان تجيب. انت صفنا وضرك لو كنت حصل. ده بنتي خرجت امتى؟ يوم التلات اللي فات. التلات اللي فات؟ مش ده اللي رحنا ابو قير نزور فيها ابو الوفا؟ ايوه قريبه العيان ومسكوا فينا للغدا ورجعنا بعد المغربيه. بس انت عليك شهود يا راجل. شهود عليا يعني؟ من دول؟ الوليه بخيطه السعديه اللي ساكنه تحت بنتي نازله، شافت بنتك ساعه ما جت ونادت على نازله بنتي وطلبت منها انها تجيلك ومعاها جلابيه. جايز يا اختي ده حصل من زمان مش في نفس اليوم. وبعدين ما انت عارفه ابو نازله لا مؤاخذه ان بنتك راحه جايه عندنا كتير يعني. وهنبعت لها في اليوم ده ليه؟ واحنا عارفين اننا رايحين نزور قريب حسب الله العيان. وهي الوليه بقيت هتكدب ليه؟ يا اختي يا ام نصله، الايام كلها زي بعضيها، يفرق ايه امبارح عن النهارده؟ ايام سودا بنقضيها. اذا بنتي ما رجعتش او جرالها حاجه انا هنلزمها منك. تلزميها مني؟ تلزميها مني ليه يا الدلعات؟ كده، لان انت دايما كنت مخيلاها وكل يوم والتاني تعالي فصليلي، تعالي خيطيلي، وكل الناس عارفين انها دايما عندكم. وانا بقى هنروح للحكومه نبلغهم يشوفوا شغلهم. استني بس يا مناصبه. استني يا مناصبه اسمعيني يا مناصبه. استني يا ست مناصبه، وحياه نصله عندك لا تستني لما اقول. عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم انت زعلانه مننا ليه؟ يعني هنكون خبيناها منك؟ انا عارفه بقى، يعني هي هتكون راحت فين؟ الارض انشقت وبلعتها. يعني عارف
بس بنتك كانت بتيجي وتروح عندنا كتير، كل اللي بينها وبين ريا مراتي خدي الجلابيه دي فصليها، خدي الجلابيه دي قصريها، بقى احنا يا محارم بتيجي عندنا لما عمر حد جه قال لنا انتوا وديتوا بنتي فين ولا مراتي ولا اختي. تعالي تعالي بس انا هخليك تشوفي بنفسك عشان تتاكدي لحسن تقولي ان احنا مخبيين بنتك كده ولا كده. تعالي تعالي خش. ايوه حاجة. ازاي تستني المده دي كلها من غير ما تيجي تقولي لي اللي حصل ده؟ انت ما تعرفيش نازله غالي عليا قد ايه. انت ما شفتهاش قريب يا معلم عرابي؟ نشعت لها مرسال من قيم الجمعه. انت عارفه انه ما خلصنيش ان اروح لها البيت قدام جيرانها. اني راجل اعرف الاصول. ما علينا. كانت دايما ترد على المرسال انها مشغوله، مش قادره تيجي عشان نشوفها. فاني نقول لنفسي معلش لومت عيشها. اما تفضل. النهارده أنا كنت هنقوم نروح لها البيت، أصل وحشتنا أست زينب. ساعة ما قلت لي الخبر الشوم ده أنا مش قادر نتلم على روحي. طب شور علي يا أخويا، نعمل إيه في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ سيبي لي أنت الموضوع ده، وأنا هندور عليها من تحت تقطيع الأرض، ومش هنقبل إلا ما أعطر عليها. يا أختي ماني وعيتك وقلت لك بلاش نازلة دي، قعدتي تقولي لي عرابي راكب دماغه ومنكد منها، ما فكرتيش بقى في أمها وفي اللي هتعمله؟ اهي اللي قبلها قادلها شهر اهو، لا حد جا ولا سال عليها. وانت تدري منين؟ ما يمكن عيالها لسه عمالين يفحروا وعايزين يعرفوا امهم راحت فين. محدش جا سال منهم تاني عشان كانت مداريه عنهم شغلها معاكم، لكن ام نازله عارفه وراسيه ومش هتسكت. ايوه عليك، عرابي قال انه هيدهلزها. طب ايه رايك بقى ان عرابي ده اول واحد هيجرجروه؟ ده بحري كله عارف حكايته معاها. مرحبا ام نازله. عملت ايه يا معلم عرابي؟ عرفت حاجه؟ الحقيقه مش عارف نقول لك ايه. يا ساتر يا رب، انا بدي جرى لك حاجه. بدك تفشل. تفشل من ايه يا اخوي؟ اللي عرفته ان عبد الرحيم الشربتلي سفر على مصر، خدها سكن هناك بصفه انه هيبقى يزورها كل ما ينزل مصر يشتري بضاعه. هيتجوزها يعني؟ معقوله يا معلم عرابي تعمل كده بنتي من غير ما تقولي ولا تشور عليا؟ مش عارف، يظهر انه خايف انها لو استنت هنا مراته تشم خبر. انت عارفه مراته قادره ازاي. عبد الرحيم الشرباتلي الكلام ده كان زمان يا اخويا لما كان هيتجوز. ايوه انا شفتهم من يوم الجمعه كده داخلين له كان ده جواني. كذبت عليا، بعت لها المراسيل، اتحججت ان عندها شغل. بس دي شكل شقتها زي ما هي، ما يقولش ان دي واحده راحت تروح تطفش، دي ما خدتش هدومها وياها. ما تعرفيش ظروفها ايه. وجايز الكلام اللي بتقولي ده نص اشاعات، وجايز هو مخبيها في حته هنا في اسكندريه. طيب يا اللي على البابيو، مستعجل على ايه؟ الدنيا طارت. يا ساتر يا رب. العواف يا دول. ام نازله يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي يا 300 مرحبا. ربنا يخليك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. عبد الرحيم جوزي؟ مين الدون اللي قالك الكلام ده؟ اهي كل الناس يا بنتي بتتكلم. الناس؟ هو خلاص الناس ما بقاش قدامهم غير عبد الرحيم عشان يوسخوا سمعته؟ اللي يقولوا نتجوزها، واللي يقول خد لها شقه في مصر، وناس ثانيه بتقول خد لها مطرح في اسكندريه. لا يا حبيبتي، روحي شوفي بنتك هربت مع مين غير جوزي. ليه؟ هو مش كان هيتجوزها قبل ما يتجوزك؟ الكلام ده انا ما نعرفوش، لكن اللي نعرفه ان اتجوزناني.
طب ضحيفي علشان نوافق عليه. ويكون في معلومك عبد الرحيم جوزي مسافر مصر قديله جمعتين، يعني قبل بنتك ما تطفش. انا بنتي ما طفشتش، انا قلبي وكلني عليها توته. ده شقتها زي ما هي، وسايبه الغسيل منشور برضه على الحب. طب وانت ايه اللي مسكتك لحد دلوقتي؟ ما تروحي الكراكون وتبلغي. العرف عليك يا ام بديع. يعافيك يا اختي. مرحبا منظم. ما عرفتوش حاجه؟ حاجه ايه؟ قوام نسيتي ولا عامله روحك مش عارف؟ في ايه يا مار؟ ده ايه الخيله الكدابه اللي انت فيها دي؟ استني بس يا راجل، دي مش سالتينا قبل كده عن بنتك وقلنا لك ما نعرفش عنها ايتها حاجه؟ وهاليومين دول بنسمع عن النسوان اللي غابت واللي هربت واللي طافشت. يمكن يا اختي حباها وصلتك تجيبيها عندك البيت وتخبيها. انا بس عايزه نطمن عليها انها طيبه وبخير. نقول لها الوليه اجي بقى يا حسب الله. لهو انت بنتك لسه نغه ده مروعه من 100 راجل، ولا هي تهم بس بتحد فيها علينا ونصايب وخلاص؟ استنى، هو انت رحت بلغت الكراكون عن بنتك؟ ايوه رحت. وهو ده كلام؟ الله، هو انتوا تفضلوا تدلعوا في ولادكم واما يتدلعوا خالص وما تعرفوش تحكموهم تروحوا تبلوا الناس بتوهم؟ الله، وانت ايه اللي غيرك وانت خدت كده ليه يا ابني؟ ايوه ما هو احنا لسه صغار يعني عشان تتهمونا بالتهم دي. حد الله بيني وبين الظلم يا ابني، ده انا لو شفت بنتي مذبوحه عندك في بيتك حمدوس عليها برجليا، ولا اني شرمي شبابك بدي ابدا. معلش يا اختي حنينه قوي ومناضله يا حسوان. معلش يا اختي بزيادتك بقى انا قلبي بيتقطع. معلش يا اختي ان شاء الله دقتك دي تتفك وربنا يعطرك فيها وتصبح تلاقيها قصادك. حضره صاحب السعاده حكمدار بوليسه الاسكندريه، وقول له ان بنتي نازله اللي ملياش غيرها خرجت نهار الثلاث اللي فات وملهاش قطر لحد دلوقتي، وانني خايفه ده يكون عمل فيها حاجه وسلق ذهبها. اصل بنتي نازله لابسه في دراعاتها الاثنين سبع غوايش اكتب وحلق ودلايه وخلخال فضه. تتهم حد معين؟ انا كل اللي نعرفه من الجيران اخويا ان في واحده حرمه راحت لها وخدتها معاها. مفيش اسمها ايه الحرمه دي؟ انا مش عايزه نظلم حد يا ابني. طب عايزه تقولي حاجه تاني؟ ايوه، انا عايزه نقول للباشا الحكمدار انني ماليش في الدنيا غير ربنا وغيره، وتقول له انت بقى كلمتين حلوين من عندك يحننوا قلبه يا ابني عشان يدور لي على بنتي. يا نايه بس ده هيكلف كرش زياده. يا اخويا بس انت اكتب وبعدين نبقى نتحاسبه. ونلتمس من صاحب السعاده صدور الامر لمن يلزم بالتحري عن ابنتي المذكوره. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ انت قدمت البلاغ ده في حكمدارية الامن؟ ايوه يا بيه. انت لقيته بنتي نازله؟ هو احنا لسه عملنا حاجه؟ البلاغ ده ما جالناش غير امبارح. ازاي؟ طب ده انا بقالي يجو جمعتين مقدمه البلاغ، حتى اسال سابو الفتوح العرض حالجي. بلا ابو الفتوح بلا ابو القفول، احنا دلوقتي هنعملوا لك محضر وربنا يعطرك فيها يا ست. وقد انت قلت لي اسمك ايه؟ ايه ده؟ هو مبقاش فيه يوم يعدي من غير ما في حرمه تختفي؟ النسوان بتطفش من رجالتها جنابك، كمن الحاله نار ومفيش شغل. طب يلا اعمل لك همه واعمل تحرياتك. شوف شيخ الحاره ونزل مخبرينك وتصرف، ولا انا هقول لك تعمل ايه؟ أنا على أبو زيد شيخ الحارة، أنا عايز بخيت أبو شنب. خير؟ أنا سعالة أهو. عايزينك بكرة في كراكون اللبان. يا خرابي، لا وأنا عملت حاجة؟ ما تنخبطيش كده يا حرمة، عايزين نسمعوا شهادتك. أنا لا شفت حاجة ولا أعرفش حاجة. مين؟ يا رب يا ساتر. إزيك يا ست توتة؟ مين على الباب؟ أنا على أبو زيد شيخ الحارة. سعالي؟
سعالي، اتفضل يا اخوي. هو سي عبد الرحيم موجود؟ سي عبد الرحيم في الدكان. اتفضل يا اخوي، في حدا؟ يا ساتر يا سي عبد الرحيم. اهلا نعم يا سعالي. الصول محمد المصري عايز ياخد منك كلمتين. ليه؟ وحصل ايه؟ المنازلة الخياطة راحت الكراكون وعملت محضر وجابت فيه سيرتك. محضر وجابت فيه سيرتي؟ وايه الموضوع بالظبط؟ بنتها خرجت ولا رجعتش؟ طيب واني مالي ومال الكلام ده؟ ولا مؤاخذة، هي بتقول انت ماشي معها. وجابت منين بقى الكلام ده؟ داني ليه ما نعرفوش حاجة عن بنتها، يمكن من 10 سنين وزيادة. بس تروح تقول الكلمتين دول وتمشي. واني ناقص وجع دماغ بقى يا سعالي. طيب تحب اجيب لك الصول ياخد الكلمتين منك هنا؟ لا وعلى ايه، كتر خير. حد يشوفه داخل عندي يفتكر ان في حاجه كبيره ولا حاجه. اني نروح له احسن. ما انت عشان مرؤتك يا سي عبد الرحيم، انا لما فت عليك في البيت وما لقيتكش ما رضيتش اجيب سيره للجماعه. انت بقى ردك ايه في الكلام اللي بتقوله زينب حسن ام نازله ده؟ كلام ايه يا حضره الصوت؟ نقولوه تاني. زينب حسن ام نازله بتقول انك انت شاهده على ان فيه بنت جت سالت على نازله وقالت لها ان امها عايزاها. بعد شويه جت بنت تانية ونزلت معاها. انا لا شفت ولا سمعت حاجه من ده كله. يعني ايه بقى، هي بتكذب؟ ماليش دعوه، انا ست في حالي وحزينه زي ما انت شايف. وحزينه ليه بقى يا حزينه؟ بنتي ماتت ولسه ما ربعنتش، ومن يوميها وانا قافله باب شقتي عليا وعايشه في دنيا تانية. عندك أول تانية؟ يا حضرتك معك خد؟ لا. طيب هادي صابع كبصومي هنا، وما تنسيش تعدي على الشاويش غبريال تسيبي كل بياناتك عنده. فاهمة ولا ما انتش فاهمة؟ أنا بصراحة سعالي ما بكرهوش في الدنيا غير بكل إنسان دي. ماني قلت لك ما تخافش، أنا اتفهمت مع الصول محمد على كل حال. أها عطلة والسلام. عملت ايه؟ خد اقوالك يا اخويا. ماني قلت لك انا لا شفت ولا سمعت ولا عرفت حاجه، هو بس كل شويه شحطتها في الكراكون. انا نص عليك الصوت محمد. حاضر يا اخويا، لو فوت عليا بعد يومين كده ولا حاجه ان شاء الله يخليك. السلام عليكم. يا مرحبا يا سي عبد الرحيم، والله انا دايما نسمعه عنك سمع خير وعالي، ما فيش عليه غير سيرتك وكرمك. اتفضل ارتاح. الله يخليك يا حصور، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يديم المعروف. ايه بقى الموضوع حصور بقى؟ ولا موضوع ولا حاجه، دوليه خرفان. ويظهر ان مخها طق لما علمت ان بنتها طفشت مع واحد اللهم احفظنا. طب ولا مؤاخذه يعني، اللي زي اني ذنبه ايه ده كله؟ يدوم العز يا سي عبد الرحيم. عموما ولا تحمل هم، أني هنعملوا لك محضر أقوال ما يخرش المي. صدقنا حصول، أني الحرمة دي ما كناش نعرفها غير زمان، وزمان قوي يعني. ماني قلت لك اتفهمت مع الصوت محمد، والبركة فيه بقى. أصلاني بيني وبينكم ما نحبوش دخول الكراكونات دي أبدا. ليه بس يا راجل يا طيب؟ ده أنت تخش وتخش وتخش، على الأقل تشرب معانا كوباية شاي. لا، الشاي تشربه عندي في الدكان، أحسن شاي وحياتك. ومعاه تعميره ايه؟ تعمر النافوخ عدل. يدوم العز يا سي عبد الرحيم، دي جت في وقتها تمام. احنا نقوم بقى عشان سي عبد الرحيم سايب الدكان. واني حفوت عليه بعد الظهر ومعايا محضر الاوال علشان نمضي ونخلص. Yeah.
نسب، مفيش جريمة بترتكب من غير سبب، ولا فيش وليد بيتفطر، ولا فيش وليد بيتفطر.